عشاق التزلج على الطراز القديم يتجمعون في جبال تاتراس في بولندا مستخدمين الأساليب نفسها ومعهم الزلاجات الخشبية ذاتها التي كان يستخدمها أجدادهم في إطار مسابقة تزلج تقام على غرار المسابقات التي كانت تحصل قبل قرن من الزمن. وصلت إلى أسفل المنحدر بواسطة الزلاجات الخشبية من دون أن يكون لها حد ومع عصي مصنوعة من الخيزران وهذه الأحذية المصنوعة من الجلد. هذه الزلاجات صنعت عام 1939 وجدتها في علية منزل ستازاك كاربيل الذي شارك مثلي في دورة الألعاب الأولمبية. يأتي الناس من جميع أنحاء بولندا للمشاركة في السباق. قبل سنوات قليلة كان هناك مشاركون سلوفاكيون وهم أحب هذا المهرجان لكون بلادهم تفتقر لواحد مثله. هذا العام سجلت مشاركة شخص أتى من شاموني في فرنسا.